السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد بعد خضاب اليوم لسيد القول والفعل، والذي صرح فيه بتوسيع نطاق الحصار المفروض على سفن الملاحة الإسرائيلية أو السفن المرتبطة بها. وردني قبل قليل خبرا يقول: على وقع الضربات اليمنية البحرية الأمريكية تستغيث بالبنتاغون. وإلى التفاصيل، أقرت البحرية الأمريكية بنفاذ مخزونها العسكري بسبب تصاعد الضربات اليمنية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب. وقال موقع ذا وور زون العسكري إن البحرية الأمريكية تأمل في الحصول على تمويل إضافي لتجديد مخزونها من صواريخ أرض جو والذخائر الأخرى التي أطلقتها في البحر الأحمر. أشار الموقع إلى أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين قدموا تفاصيل حول كيفية تعاملهم مع الإنفاق الكبير للموارد التي تتكبدها البحرية الأمريكية أمام الهجمات البحرية من اليمن كجزء من طرح طلب ميزانية البنتاغون. وسبق لقيادة القوات الأمريكية المركزية أن أكدت أنها تخوض مع اليمن أكبر معركة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. وهذه خالد تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.